وانت يعني السفيرة عزيزة اوي، ها ما شفتيش انا لمتك من الشارع؟ خلي الطبق مستور يا شيخة، ما انت عارفة انت كنت ايه وبقيت ايه. هي غلطت، انا اللي عملت في نفسي كده، انا اللي غلطتي ان انا لمتك من الشارع، وانت اساسا ما كانش ليكي لازمة. مش شارع، مش شارع يا زبالة يا الماما يا عرك الرجالة. ده مشهد يا جماعة. اهو ده اللي بتقوله كابتن ياسمين للبنات، او اللي بتحاول توصله من خلال الفيلم بتاعها الجديد. انتوا بقى شايفين ان ده يرضي ربنا؟ طبعا زي ما واضح كده ان في مشكله جوه الفيلم ما بينها وبين جوزها، فجوزها بيديها كلمتين في جنبها اكيد علشان عملت حاجه غلط. فتقوم هي عامله ايه؟ تقوم بدل ما تقوم تتكلم معاه عادي جدا زي اي زوجه، حتى لو ممكن تشتمه مثلا زي ما بيحصل، ما اكيد في برضه ستات بتشتم جوزها او بترد على الاقل عليه، ده بيرد وهي بترد فبيتخانقوا، وبعد كده الموضوع بينتهي. قامت لا، قامت قايمه تقول له انا جبتني من الشارع زباله، راحت ماسكاه وضرباه. انتوا متخيلين اللي حصل؟ مش فاهم ازاي بجد، ازاي بجد حاجه زي كده ممكن تحصل في اي بيت مصري مسلم بجد. طبعا بقى كابتن ياسمين عايزه كل بنت مصريه وكل بنت عربيه لما جوزها يشتمها او يضربها او يعمل معاه اي حاجه زي كده تقوم ماسكاه ضرباه وعجناه ومكسحاه زي ما قالت في التلفزيون. اتجوزتي راجل وضايقك، هتضربيه علقه موت ولا لا؟ لا، عمري في حياتي ما هلجأ لسياسه عدم الاحترام دي الا في حاله واحده. لو هو مد ايده عليا هموته، لكن لو هو شخص محترم معايا عمري ما هفكر ابص له. قوليها تاني، لو في راجل ارتبطتي بيه وقرر ان هو يمد ايده عليكي في يوم هموته، هموته، هكسحه وخليه ما ينفعش تاني، لكن لو ما بيعمليش حاجه عمري ما هفكر ابص له، عمري ما هستخدم قوتي عليه. رايكم طبعا يهمنا في التعليقات، بس قبل اي حاجه اتمنى تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، حبيبي يا رسول الله.